هذا البرنامج برعاية شركة الوطني للبولي إيثيلين. حياكم الله مشاهدي الأعزاء متابعي قناة الساحة الفضائية أينما كنتم في برنامجكم الثروة الحيوانية والزراعية. كنا وإياكم على طيلة الحلقات الماضية في هذا البرنامج، والذي تطرقنا إلى الحديث من المواضيع الهامة والتي تهم شريحة كبيرة من هذا المجتمع ومن المهتمين بهذين المجالين الهامين لحياة كل أحد. ضيوفنا وضيوفكم الأعزاء والدائمين في هذا البرنامج سعدنا جدا بتواجدهم معنا، وكانوا يعني لهم بصمات واضحة جدا. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بما قدموا هم على التوالي. الدكتور محمد الشايع، نحييك من جديد دكتور محمد، حياكم الله، ونشكرك الحقيقة مرة أخرى، ولا نفيك حقك أيضا. طول عمركم، ونتمنى إن شاء الله نقدم ما يفيد وينفع. أيضا الدكتور عبد الله حزيمي، أستاذ المناهج في كلية التربية في جامعة الملك سعود، سعيدين بتواجدك معنا. أهلا وسهلا، أنا أسعد. أيضا ضيفنا وضيفكم الناشط في مجال الثروة الحيوانية والزراعية الأستاذ سعود الهفتة، حياك الله، وسعيدين الله أيضا بوجودك ضيف دائم في هذا البرنامج. الله يحييك ويبارك فيك ويعطيكم العافية حقيقة، وشكر لكم صراحة كمذيع كطاقم ناصر القحطاني الساحة، يعني أنتم أثلجتم صراحة يعني صدر المربين المواشي على مستوى المملكة في الحلقات المتتالية اللي تشرح معاناة المربي والمزارع في وقت واحد. وبإذن الله سيصل الصوت، والأحرار أمثالكم دائما هم من يقولون كلمة التي يعني يدينون الله بها وتنفع الله، ينفع الله بها ويستفيد منها الوطن والمواطنين. ندعو الله ذلك. مشاهدي الأعزاء، تطرقنا كما ذكرت قبل قليل إلى مواضيع مهمة جدا، وأيضا لدينا مواضيع أخرى لا تقل أهمية عما ذكرناه سابقا. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية أو أخذنا بعض اللمحات البسيطة عن الأدوية والتحصينات والرعاية البيطرية والبيطرة والصيدليات والممارسين. كل هذه الأمور سوف نتحدث عنها عما لم نتحدث عنه سابقا، ونكمل الحديث عن ذلك. أستاذ سعود، بودي الحقيقة أن تبدي لنا بعض ما تعانونه كمربين للمواشي من مسألة البيطرة بشكل عام. تحدث الدكتور عن واقع البيطرة، عن الواقع وما يأمله ويأمله الكثير في البيطرة الحكومية إن صح التعبير، الموجودة عند أو في أروقة وزارة الزراعة. نعم. لكن الصيدليات البيطرية والممارسين والباعة إن صح التقدير أو صح التعبير في الصيدليات، الذين يظهرون لنا على أنهم أطباء. نعم. هناك كثير من المعاناة وما يشتكي منه المربين. نريد أن، نعم، أن تسمعنا بعض من ذلك. أي نعم. بالنسبة يا طويل العمر للبيطرة، أولا قبل نروح من وزارة الزراعة، لأن أنا أحب وزارة الزراعة كثير يعني، وأحب أشرح معاناتنا معهم على طول. الخدمات اللي تقدمها وزارة الزراعة فيما يخص البيطرة سيئة، سيئة للغاية يعني، سواء كان من أدوية أو تحصينات أو كشف ميداني أو حالة تنقلها لهم توصلها لحد عنده تقول دكتور تعال شوف الحالة اللي معي، يقول لك والله ماني فاضي رح للصيدليات الخاصة فيما يخص التعسر أو خياطة أو إزالة ورم أو كذا، يعني خدمات سيئة وأسوأ من السيئة حقيقة يعني بدون مجاملة. وسبق أني بلغت فيها وأثبتها حتى حالات عندي فيديو حالة تعسر، وأرسلتها لوكالة الثروة الحيوانية وصار فيها بلاغ رسمي، ولها البلاغ الآن سنة ما شفنا شيء، ومثبتة حتى مع مدير البيطرة اللي عندنا في منطقة الصمان، يعني أتكلم عن منطقتي أنا فيها، ودنا الحالة ورفضها. فهذه خدمة سيئة، خدمة وزارة الزراعة على مستوى المملكة بالنسبة لي أنا وما نقلوه لي الإخوان المربين من جميع أنحاء المملكة سيئة للغاية، لدرجة أن أغلب التحصينات اللي نبحث عنها الآن وما نجدها
واللي يفترض أن وزارة الزراعة توزعها بالمجاني فيما يخص الطاعون والجدرة، هذا ما يوزع من قبل وزارة الزراعة، يباع في السوق السوداء. هو نفسه؟ نفس المنتج؟ نعم نعم، بلغنا فيه ومعترفين وزارة الزراعة معترفين أن فيه، لكن يقول لك حالات بسيطة ومدري إيش، لكن إحنا أثبتناها وتباع في سعر خيالي يعني في السوق. والمشكلة مثال، عطني مثال بالله. الجدرة والطاعون. لا على الأسعار. الأسعار تباع أقل عبوة ب 300 ريال اللي هي تحصلنا حوالي 100 رأس، تباع ب 300 ريال ويرتفع. اللي صار فيه وبا منتشر جدرة وطاعون. أنت تكلم عن أمر هام الآن، خليني بس بوقف عند النقطة هذه لأنه ما ودي إني إحنا نتعداها وهي مهمة. لأن هذا يعني هذا فساد. نعم. تتحدث عن أدوية يفترض أنها موجودة في الدولة. تحصينات. نعم. تحصينات موجودة في وزارة الزراعة. ولا تسمح في بيعها برا. وهو غير مسموح ببيعها. نعم. الجدرة والطاعون. الصيدليات الخاصة تروح لها. ونفس الدواء هذا، طيب ممكن نفس الدواء اشتروه من الشركة اللي شرته من الدولة؟ لا مكتوب عليه مخصص وزارة الزراعة. مكتوب كذا؟ نعم مكتوب عليه مخصص وزارة الزراعة. كيف وصل للزراعة؟ كيف وصل للصيدليات؟ أكيد في أيدي داخل الوزارة قاعد تعطيه، ما يبي لها كلام يعني، هل من معقولة هل اللي سرق هذا دخل من الشباك؟ لا، دخل الوزارة وأخذها وراح باعها في السوق السوداء. أو ممكن برضه يكون مربي اللي أخذها وباعها في السوق السوداء. إيه ممكن. يعني ما نتهمهم يعني. بس كيف طيب أنا لازم الشغلة التحصينات اللي أنا أمنعها وأمنع بيعها في السوق يجب إن يعطيها الثروة الحيوانية يكون تحت إشراف موظف من وزارة الزراعة. يطلع. الأمر الآخر يعني الواضح للجميع، أنت اللي بتجده ماخذه مربي حبة حبتين ثلاث، إذا هو موجود عنده دولاب مليان فهذا مو بمربي. ما في، مستحيل، لأن حنا نروح ندور عند الوزارة يقولك ما في، أو عند الفروع البيطرية حق تبع وزارة الزراعة يقولك ما في، تتفاجئ أنه موجود عند شخص ثاني يبيع. والمشكلة يسوقونه على الجروبات، يعني على الجروبات يجيك إعلان اللي تجده كمية بسيطة أو كميات كبيرة على حسب احتياجك، كم تبي؟ 500 رأس 1000 رأس موجود اللي يغطيها. والزراعة ما تسمح في بيعه برا، يعني ما حد يقدر يستورده يبيعه، الطاعون والجدرة بالذات لازم عن طريق الزراعة. ويفترض أنه لما يكون فيه تحصين ويسلم للمربي المواشي أنه يكون على طول مباشرة من الثلاجة حصن والموظف موجود، وانت أخذ العبوات رمها وانت، لكن ما سلمك إياها أو سلمها الموظف كعهدة وتتوزع في السوق السوداء تنتشر زيها زي سرقة المكعبات. العملية عملية سرقة. وأنت كمربي ما لك إلا تشتري، وش تسوي؟ تشتري، لكن ما في. الجدرة والطاعون غير مسموح في بيعها من الدولة، غير مسموح في بيعها في الصيدليات الخاصة، مسموح المعوي الدموي الالتهاب الرئوي اللي هو برمح وذا مسموح انه يباع في الصيدليات الخاصة، برضو حق ابو هويجر مسموح، لكن ابو 300 ريال كم يكفي؟ كيف يعني كم يكفي رأس؟ 100 رأس حسب النوعية، في حجم مثلا يكفي 100 رأس حسب ما ابيعها انا، اذا عندي متوفر ببيعك اياها 100، اذا هو قليل برفع عليك 200 يصل إلى 500 ريال، هو كلها عبوة تكفي 100 رأس. ارتفاع السعر على قلها في السوق، إذا هي قليلة وأنا مجبور في وبا منتشر مجبور نشتري حتى لو بألف ريال، أطعم لي 100 رأس وحصنها أحسن ما يروح علي 100 رأس وخسر لي 100 ألف، خلني خسر لي 1000 ريال، لكن هذا يعني مجبور أنا كمربي. لكن هذا يرجع مين؟ الإساءة ذي منين جت؟ نجت وزارة الزراعة، في تخبط وفي سوء إدارة عند وزارة الزراعة، شيء غير معقول يا أخي، وكأن فيه استهداف إبادة للثروة الحيوانية، وهالمربي البسيط ذا اللي يبي يسد حاجته ويسد قوته ويعيش نفسه ويعيش عياله بكرامته، في إبادة يعني متعمدة، أنا أقدر أقول لك أنا متعمدة، من تلقي الحالة مريضة معك وتوديها للبيطري حق الحكومة يقول لك والله آسف ما أقدر أعالجها. أنا أظن المسألة أنها سوء إدارة أكثر منها تكون يعني تعمد للخطأ، يعني ما حد يتعمد الخطأ بهذه الطريقة. يا أخي سوء الإدارة من أنا خاطب كمسؤول وأشتكي عندك يجب أنك تعالج سوء الإدارة. صحيح. لكن أنت من تسكت عن الخلل، من تسكت عن الخلل ولا في عقوبة للموظف، والموظف زي ما هو قاعد يتبجح في مكانه ولا عنده أي مشكلة، فإذا في خلل أكبر من سوء الإدارة. تمام. أحسنت. دكتور محمد، يعني سمعت ما ذكر الأستاذ سعود وهو يذكر معاناة مر بها، ولا نقول يقول فلان، يقول أنا مرت بها، تعليقك على ذلك؟ والله أنا يعني أتكلم عن ما هي قضية استباق أحداث. الآن تشكيل الوزارة الجديد وتغيير مسمى وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة هي أعباء وأحمال تضاف إلى الأعباء السابقة. فإذا كان الأستاذ سعود يتكلم عن الماضي وأن هذا حدثت في الماضي، فربما الآن التوسع قد
يزيد من بطء محاسبة من يقومون بهذا العمل. وإحنا بشر، والمحاسبة هي أصل الإصلاح. الآن معالي وزير الزراعة المهندس الفضلي والوكلاء تقريبا أمضوا سنة وثلاثة أشهر تقريبا أو أربعة أشهر بناء على التشكيل الجديد. أغلب الوكلاء هم استقطبوا من جهات أكاديمية. خلنا نقول العام الأول مضى كعصف ذهني. نتمنى حقيقة أنه انتهت مرحلة العصف الذهني وفهم الأنظمة والتشريعات الموجودة في وزارة الزراعة، ومثل ما بلغوا الإخوان سعود وغيره ومن يعملون بالسوق عن هذه البلاغات، يفترض الآن أنه في إصلاح هيكلي وسرعة معالجة لمثل هذه الأمور. أيضا ترى المتتبع والمربي والعايش في الثروة الحيوانية يعرف أن الأمراض ترى موسمية، وصححني الأخ سعود إذا كنت أنا مخطئ. لا صحيح. فبالتالي يفترض الإعداد لمثل هذه الأمور أنه واضح وصريح، ما يحتاج أنه واحد يعلمك يعني. فأنت بما أن أمراض موسمية إذن يفترض أنه التطعيمات تكون متوفرة، الأدوية تكون متوفرة. أيضا تكلم عن جزئية مهمة وغاية في الأهمية في قضية استيراد الثروة الحيوانية من الخارج بناء على أيضا موسمية، نحن نستوردها غالبا في فترة الحج وعيد الأضحى، وبالتالي هذه الجزئيات يفترض أن المحاجر البيطرية يدرب الأشخاص وينتقون بعناية فائقة جدا من أجل القيام بهذه المهام. المتهم وزارة الزراعة سابقا ووزارة البيئة والمياه والزراعة حاليا هو وجود خلل بسيط. على سبيل المثال سوسة النخيل الحمراء من وين جت؟ من جهة الجزئية اللي تكلم عنها الأستاذ سعود، هي ضعف المحاجر وبالتالي انتقلت السوسة. إذن التهمة ليست فقط تهمة باطلة وآتية من فراغ. احنا الأكاديميين المفروض نتكلم من معطيات، وهذه المعطيات وجود سوسة النخيل تجاوزها للمحاجر أدى إلى هذا. وأنا قلتها في برنامج سابق في القناة الأولى، القناة الثقافية السعودية، أنه عندنا خلل في المحاجر بعدم وجود سواء كفاءات أو عدم وجود متخصصين في المجال، أو خلنا نقول ضعف الرقابة والأنظمة. فإذلك إحنا يجب حقيقة. لماذا قوست ضعف الرقابة والأنظمة؟ لأنه لما يبلغ مثل مربي مثل الأستاذ سعود، خلنا نجي ومدام أنه موجود عندي جدلا، أفترض أنه والعياذ بالله أنه كذاب، أفترض أنا أنه كذاب، الرجل بلغ وبالتالي بلغ كاذب. لكن يجب علينا تتبع هذه السلسلة، إذا كان موجود بالأسواق ويباع وكل واحد وعلى الجروبات يرسل، مجاميع يرسل بأنه يا جماعة الخير اللي يبي تحصين الجدرة ولا تراه هو متوفر عندي وبقيمة كذا، معناته أنه خلل في التنظيم وأنه صادق وأنه صادق، وبالتالي أنا أعالج هذه. أما أنه أبلغ والأمر يظل كما هو، معناته أنه خلل. عشان كذا أنا سويت التكويتة، معناته وجود الخلل واستمراره واستدامته. وأنا أعتقد أن خادم الحرمين الشريفين لا يمكن يقبل بمثل هذا. تم إعفاء وزراء بناء على تصريح يا أخي، وتم إعفاء وزراء بناء على شكوى مواطن. إذن وصول هذه الرسالة حقيقة لصانع القرار، يعني على سبيل المثال وزير الزراعة ووزير البيئة والمياه والزراعة، بما أن وصلت هذه الرسالة يفترض حقيقة أن يتتبع عندك خلل في وزارتك يا أخي، يا أخي الدواء اللي عندك يباع، يتابع هذه النقطة إلى الوصول إلى مكمن الخلل وبالتالي إعفاء. وأنا أعتقد أن معالي الوزير الفضلي قوي جدا في قضية صناعة القرارات، أبعد كثيرا من المسؤولين اللي يعتقد أنهم لا يمثلون الكفاءة الإدارية، وبالتالي بإمكانه محاسبة هؤلاء الأشخاص ويقع عليهم مسؤولية إبعاد هؤلاء الأشخاص، لأنهم حقيقة يمثلون عبء. وعشان نؤمن إحنا في عهد مضى أنشأنا جهة مستقلة اللي هي نزاهة من أجل محاربة الفساد، صحيح، وكلنا أمام الله سبحانه وتعالى سوف نحاسب. إذن إحنا مؤتمنين، وبالتالي إحنا ما يتكلم مواطن صادق بشكوى، إذن هي رسالة للمسؤول لإعانته على إبعاد المسؤولية عنها أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا المواطن الآن هل هو يعني هل هو مثلاً عنده من الفراغ والقوة وحب
مثلا إلى أنه يشتكي ويذهب هنا ويذهب. عنده أبناء وبيت وأعمال وأمور كثيرة يعني عنده من المعاناة ما يغنيه عن هذه المتابعة العامة. وبيقول زي ما قال غيري يا رجال بكيفهم، أنا زي غيري. لكن بضيف لو سمحت لي أخوي عايض الفقرة ذي اللي ذكرتها، ثق بالله أنا أعمل في اليوم 18 ساعة ولا يبقى لي إلا 6 ساعات حق النوم في سبيل الثروة الحيوانية والزراعية. 18 ساعة متابعة جروبات، متابعة تويتر، متابعة صحف، متابعة تصريحات فيما يخدم المربي الثروة الحيوانية والزراعية. 18 ساعة في اليوم من شهر 12 الأضحى العام الماضي إلى الآن، ومكانك راوح ما صار أي شيء ولا صار أي تقدم في وزارة الزراعة، بل الأسوأ من الأسوأ للأسوأ. لعلها إن شاء الله أنها المرحلة التي اللي ذكرها الدكتور مرحلة العصف الذهني، لعل وعسى. لكن أنا من أجيب لو سمحت لي، من أجيب مشكلة أو خلل مثبتها لك، مثبتة في تسجيل أو في صورة أو في فيديو، هذا أكبر دليل يا أخي في خلل، عالج المشكلة. صحيح. على كل أنا يعني ولله الحمد متفائل كثيرا بوجود مسؤولين كبار في الدولة يحملون رؤية عظيمة للدولة بأن هذه الأمور بإذن الله ستكون من الماضي. أنا تفاؤلي يعني قبل كل شيء في الله سبحانه وتعالى وفي ولاة أمرنا، الله يحفظهم ويعزهم ولا يعز عليهم. لكن فيما يخص إدارة وزارة الزراعة وزارة البيئة والمياه حاليا، أنا متشائم جدا من التخبط اللي قاعد يصير عندهم والفجوة اللي قاعد يصير عندهم تجاه المربي والمزارع. عندنا الدكتور عبد الله لديه تعليق. أنا ربما من هذا المنبر ويعني أحاول أننا نطلع بشيء جديد أو نخرج بشيء جديد في يعني لو كان هناك تضافر جهود. والأخ مثلا سعود الله يبارك فيه يعني ذكر أنه ينفق يعني 18 ساعة لمصلحة الثروة الحيوانية، فأنا بودي مثل يعني لا نكون كمن يقول يعني كما يقول المثل العربي إنك لتكثر الحز وتخطئ المفصل، فنريد أن يكون الحز في نفس المفصل. فبودي أن لو يكون من هذا المنبر أن نخرج باقتراح وجود، لابد من وجود قنوات تعليمية. هل قنوات التعليمية كيف من يقوم بها التعاون مع يعني أنا أتمنى على الأخ سعود أو الأخ سعود أن جزء من الجهود التي يقوم بها للثروة الحيوانية يكون هناك جزء من التعليم والإرشاد، إن وهذه تتكون بحيث أن تكون ضمن ممكن تتبناها الساحة، ممكن يكون جزء تعليمي برنامج مقترح مني الآن للساحة بأن يكون هذا برنامج مثلا التعليم الإرشاد الثروة الحيوانية أو الإرشاد أو التثقيف يجمع فيه نشر وعي يعني. نشر وعي المتخصص في الإنتاج الحيواني هو المتخصص. أنا من ناحيتي أنا بالنسبة لي يهمني السستينابلتي اوف ذا ايكولوجي للبيئة كلها، يهمني تعليم الفرد والمجتمع جميع ما يمكن أن يؤدي إلى استقرار والأمن الغذائي والأمن أمن المعيشة أيضا كلها. إذا سمحت لي في فقرة بس فضل. إذا سمحت لي بعد إذنك أخوي عايض أكمل الفكرة. بس الفكرة اللي أنا أقول إن القناة هذه قناة الإرشادية يمكن أنكم أنا معك في إيصال الفكرة ذي في يعني نعم. أراسكو مثلا نعم. أنا متوقع أنها تأخذ جزء، أنك تحمل جزء من أنها تكون مثل هذه القناة نعم. والمربي يقوم بجزء والساحة مثلا كقناة شعبية وقناة عامة وقناة بسيط إذا سمحت ممكن أنها تقوم بجزءها نعم. الدكتور محمد الشايع مثلا من وزارة الزراعة يقوم بجزء من نعم. أنا مثلا في التربية وفي المنهج وفي أنا ممكن أقوم بإعداد الأهداف وإعداد المحتوى أو نعم. بإعداد المحتوى تنظيم المحتوى طرق التدريس الوسائل صحيح. التي تدرس بها الأوقات التي تبث بها حسنا. الطريقة جميل قناة تثقيف ولا زلت في فقرة عليه. في فقرة لو استخدمت تقضي على كل المشاكل هذه كلها. جهة رقابية باتصال مع المواطن بشكل مباشر، أنا عندي شكوى مو شرط في ثروة حيوانية، في صحية، في تغذية، في ثروة حيوانية موجودة. لا لا موجودة أهم من الرقابة وينها؟ موجودة يعني وينها؟ الآن الرقابة وينها؟ هيئة الرقابة وموجود لا أنا ما أقصد هذه وموجود هيئة مكافحة الفساد لا جهة تكون مع المواطن مباشرة للديوان
لا تربطني تحط القاضي في وجهي إذا كان خصمك القاضي منت قاضي. لا لا، أنا بجهة رقابية عندي مشكلة كمواطن أوصلها للجهة ذي والجهة ذي. مكافحة الفساد وينها؟ وين دورها؟ عطني أي قضية مسكتها مكافحة الفساد من استلمتها إلى اليوم ونشرتها عبر الصحف، أبدا ما في استلام شكاوي. استلام شكاوي صحيح، عطنا شكواك، عطنا الدليل، عطنا الإثبات، وين النتائج؟ ما في. لكن أنا من أوصل لك شكوى ومطلوب منك كإدارة أنك توصل الشكوى بشكل مباشر للجهة العليا، على طول ينتهي الموضوع هذا. لكن أنا من يكون خصمي هو القاضي، فأنا كيف أنهي مشكلتي؟ ما راح تنسى. شلون خصم كل قضية؟ يعني من يكون عندي مشكلة في وزارة الزراعة واجي وزير الزراعة وأقول له يا وزير عندنا مشكلة في الثروة الحيوانية، ويرد علي يقول لي أصلا إيش الفائدة من الثروة الحيوانية؟ يعني هذا رد وزير عليك؟ هذا رد؟ من أقول له عندنا مشكلة في الأعلاف هذه راح تبيد ثروتنا الحيوانية، قال لك أصلا الثروة الحيوانية إيش الفائدة منها؟ إيش مردودها على الدولة؟ 20%، وكأنه يقول إحنا راح نبيد الثروة الحيوانية. فأنا كيف أتخطى الوزير هذا ووصل مشكلتي؟ إذا كان هو اللي أنا ينبغي أني أراجعه وينبغي أنه هو يحل مشكلتي، هذا رد علي فيما يخص الثروة الحيوانية. مشاهدي الأعزاء، فاصل ونعود، فابقوا معنا. جيت للشركة لشراء منتج خزان سعة 3000 لتر، وما جيت هنا إلا بناء على توصية من أحد الزملاء بجودة هذه الشركة وسمعتها في السوق ولقوة ضمانها وثقة العملاء فيها. يميز المنتج هذا ضمان يتجاوز 10 سنوات، وهذا كفيل الحقيقة بجودته وقوته عندنا، خاصة يعني تعرض المنطقة لأجواء ساخنة وباردة تؤثر على الخزانات بشكل عام، فهذا مما يميزه عن غيره من الشركات الأخرى. والله اشترينا المعالف، أنا هذه نوعية كويسة جدا، بتتحمل الشيل والحط، ما فيش فيها أي مشكلة. بالنسبة للحديد طبعا تقيل زي ما حضرتك عارف من المسافات والشيل وتعب، هذا طبعا الخزن لهذه المعالف هذه بنستعملها كويسة جدا وبنخزنها، بترص فوق بعضيها ما فيش أي مشكلة. الجودة تبعتها عالية جدا جدا، بتتحمل الحرارة مش غير قابلة للكسر، لو فيها أي مشكلة الشركة ما بتأثر معنا، لو انكسر أي واحد معنا ضمان بنرجعه للشركة مباشرة، بناخد واحد تاني مكانه، والحمد لله رب العالمين، يعني ما فيش أي مشكلة بالنسبة للشركة، مو مقصرين معنا بشيء، وأي حاجة بنستحرجها من الشركة بتعطينا اللي احنا عاوزينه. من المنتجات التي يتم توفيرها للمستهلك وهي الخزانات، فكان في السابق يوجد نوعين من الخزانات اللي هي الحديدية والفايبر جلاس. ومن المشاكل التي يعاني منها المستهلك من هذه المنتجات وهي الصدى من ناحية الخزانات الحديد، والفايبر جلاس يتعرض دائما للتشقق والانكسار، وأحجامها لا تزيد عن 1000 لتر. وعند نزول شركة الوطني للبوليأثيرين مشكورة بإنتاج الخزانات المكونة من هذا المنتج وبأحجام كبيرة وبجودة عالية، وهي مكونة من 4 طبقات عازلة للحرارة وكذلك لعدم تعرضها للكسر أو التشقق تحت ظرف في أي ظرف من الظروف، فقد أثبتت أنها المنتج الصحيح والسليم ليحظى به المستهلك. لحصولها على الجودة العالية من الإيزو وكذلك لعدم تغير طعمها أو رائحتها، فأنا أنصح كل من يشاهدني وسواء المستهلك الفرد أو الشركات أو المصانع بأن هذا المنتج يحظى بالجودة العالية، وكذلك يوجد عليه ضمان يمتد إلى 10 سنوات، والسعر المنافس سواء عالميا أو داخليا. كذلك المنتجات الأخرى وهي المعالف التي يستخدمها أهل الحلال والإبل، فيوجد منها أحجام الصغير منها والكبير والبيضاوي والذي يتناسب مع أصحاب الحلال. كذلك أضافت شركة الوطني للبوليأثيرين بإضافة المادة العازلة للحرارة والتي هي معتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية ومنظمة
الصحة والسلامة البريطانية، وقد قامت الشركة بصناعة وإنتاج خزانات تناسب السيارات بجميع أحجامها وأشكالها ومقاساتها. الشركة تواكب التطور وتحافظ على أعلى معايير الجودة وسلامة المنتجات وأيضا الضمان على المنتجات. الوطني معك في حلك وترحالك. حياكم الله من جديد. بعد هذا الفاصل تحدثنا كثيرا عن مسألة البيطرة، ولدينا أيضا كثير لكن الوقت يداهمنا بسرعة، ولدينا الحقيقة موضوع أود الحديث عنه، وهو استيراد المواشي من الخارج. كنا سابقا نعزو ارتفاع أسعار الذبائح سواء في الأضاحي أو على طول السنة أن الوزارة مقصرة في مسألة الاستيراد، وكذلك مقصرة في مسألة يعني منع كبح هذا الارتفاع بأي طريقة تراها صحيحة. الآن الموجود أن الوزارة تستقدم وتستورد ملايين، ربما بلغت 10 مليون رأس أغنام، ما أدري الإبل كم، ولكن حدث عندنا أشكالية أخرى وهي وجود أمراض ذكرتها وذكرها الدكتور. فما هي السلبيات يا دكتور محمد في وجهة نظرك بهذا الاستيراد المهول، وهل ترى أنه فعلا يعني عمل توازن في وجود الأسعار؟ للإجابة على هذا السؤال وبختم حقيقة بثلاث رسائل. احنا دائما نتكلم، والدكتور ذكرها في عدد في الحلقات الماضية، قضية استدامة التنمية. لازم يكون فيه وضوح في الأنظمة والتشريعات القائمة، وضوح في تنفيذها. يعني أنا ما هو أستورد بناء على هواي وأمنع بناء على هواي، لأنه هذا يضر في حجم الاستثمار القائم. الآن المفروض يكون عند وزارة الزراعة، وزارة البيئة والمياه والزراعة طويلة شوي المسمى، دراسة الحاجات، معرفة عدد المستثمرين المتفرغين للثروة الحيوانية ونوعيتهم، هل هم إبل أغنام أيا كان. نجي في الجزئية الثانية، عمل تعداد ترى دكتور، ما عندي مشكلة، عمل تعداد قبل فترة. أنا لدى صانع القرار، لأنه أنا بتكلم عن جزئية ثانية وهي الرسائل الموجهة، لأنه كونه يبقى في الريف فهو يضمن استدامة منطقة الريف من حيث التجارة، بقاء أبنائه. الحكومة لم تقصر في قضية فتح مدارس في تلك المناطق، بل بالعكس الملك عبد العزيز من أول الأعمال اللي قام فيها واهتماماته هي قضية استقرار البادية. فبالتالي أنت تؤسس وتنظم لهذه الاستدامة. إذن بقائهم من وضوح رؤية هذه الرسالة، خاصة إحنا الآن نتكلم عن 2030. إذا أنك تبتقضي على الثروة الحيوانية ومربي الثروة الحيوانية، معناته أنه يجب عليك أنك توفر وظائف لهؤلاء الأشخاص، يجب عليك أنك توفر دخل. ترى أنا ما أعتقد أن سعود الهافتة قاعد عشان هذا، هو أصلا يعمل من أجل وجود دخل اقتصادي له ولأسرته. وبالتالي أنت إذا وفرت الدخل الاقتصادي كيفك أنت استورد لي؟ أنا بالنسبة لي كمستهلك للحم، الدولة الحكومة بتوفر لي هذه الجزئية. إذن بقائهم في الريف بناء على وضوح في الأنظمة واللوائح. نجي في الجزئية الثانية، هم يمثلون حلقة اقتصادية بحيث أنهم يبقون بهذا الريف، استثمار، شراء، بناء. نجي في الجزئية الثانية اللي هي مهمة جدا، يؤثرون في دخل واقتصاد البلد. إذن الرسائل الموجهة، الرسالة الأولى هي لولي العهد وزير الداخلية، لأنه يؤثر على أمن البلد هجرتهم من الريف إلى المدن، في قضية عدم وجود أعمال، في قضية زيادة أو ضعف
أو زيادة السرقات وما إلى ذلك، بحيث أنه يعني الأمن الموجود في المدن يكون عليه ضغط نتيجة هجرة الناس من الريف إلى المدن. إذن الرسالة يجب دعم الثروة الحيوانية لبقاء أهل الريف في ريفهم واستقرارهم، ومتابعة ما يحدث من مشاكل وأخطاء بحيث أنها تكون جرائم جنائية إذا كانت مستهدفة، بيع الأدوية وخلافه، بحيث أنها تتابعها وزارة الداخلية إن كانت الجهات الرقابية لا تستطيع المتابعة. الرسالة الثانية موجهة لولي ولي العهد. الآن إحنا نتكلم عن محور اقتصادي وركيزة اقتصادية مهمة جدا، ألا وهي الثروة الحيوانية والعاملين فيها. ندعم هؤلاء الثروة اللي من أجل استدامتهم، لأنه في حالة تركهم لهذه المهنة إذا أنا أحتاج إلى توفير مهن، وبالتالي أحتاج إلى ضغط على الوظائف الموجودة في البلد. إذا هم يمثلون محور اقتصادي، يجب علي أني أدعمهم وأهتم فيهم وأسمع لمشاكلهم وتقصي حقائقهم من أجل حل جميع هذه العوائق. الرسالة الكبرى هي موجهة لخادم الحرمين الشريفين. نحن مبايعون، لم يحدث من أي مواطن كان أنه قام بالإخلال بهذه البيعة. هو حفظه الله وأمد الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية له، اختار مسؤولين حقيقة. إن كان هناك تشكي من قبل هذه المواطن، علينا متابعة فواصل هذا التشكي. هل هو تشكي وتباكي فقط من أجل الاسترخاء، أم تشكي حقيقي من أجل وجود مشكلة؟ فإذا كانت هناك مشكلة، يجب حقيقة إبعاد هؤلاء المسؤولين الذين يقعون في مثل هذه المشاكل، والدعم والشد وتشجيع من يساند أمن هذا البلد واستقراره من خلال القيام بمسؤوليته وأمانته. وكلنا مسؤولين ومؤتمنين أمام الله سبحانه وتعالى بالقيام بمسؤولياته، لأننا إحنا أجزاء من هذا البلد وهذه التنمية، وبالتالي سواء في المجال البحثي، في المجال التعليمي، في المجال التنويري والتوعوي. وما حضور هذه القناة لمثل هذا اليوم إلا تأكيد وتأصيل لأننا إحنا أعضاء فاعلين بهذا المجتمع، مارس الدورها الإعلامي واستقراره. نعم. هذه الرسائل الموجودة. الله يعطيك العافية دكتور الحقيقي، كلام جميل جدا، ونشكرك على هذه الكلمات الصادرة من القلب، وستصل بإذن الله إلى القلب. تعليقا على كلام الدكتور حقيقة محمد، وقال كلام يعني فعلا شامل وعام، وهذا ما يؤدي إلى النظرة العامة، يعني الرسائل التي وجهها إلى سواء ولي العهد أو ولي العهد أو إلى خادم الحرمين الشريفين، حقيقة أنها رسائل شاملة وكاملة، وأنا أؤيد أيضا أنها تؤدي فعلا إلى استقرار البلد، أو تؤدي إلى الاستقرار العام الشامل يعني الحياة المجتمعية واستقرارها، وهذا شيء مهم، وهذا ما تطمح إليه. التربية كلها تهدف إلى التعليم كله، والتعليم جزء من التربية، نعلم علشان نربي، ونربي عشان نصل إلى الهدف الأسمى. والهدف الأسمى بالنسبة لي ولكل تربوي هو الاستقرار واستقرار المجتمع بشكل عام، وألا ينقص أي شيء. يبقى التخصصيات هي أمور لمن تخصص فيها، فدائما لذلك في نظري أيضا أضيف إليها إنشاء قناة تعليمية، يعني لابد أن يكون هناك قناة تعليمية تؤدي كل هذه الأدوار وتخدم المواطن فيما يخص من الناحية الإرشادية قبل أن نصل إلى الناحية العلاجية، يعني الإرشاد في المرور، الإرشاد في الزراعة، الإرشاد في الطب البيطري، الإرشاد في حالة الأوبئة، الإرشاد في الزراعة، في استخدام المبيدات. أنا بالنسبة لي جميع ما له علاقة بالإرشاد والتعليم والتوعية هذا شيء مهم، لأنه أنا متأكد أنه يوفر علينا مبالغ كبيرة فيما لو لا سمح الله حصل هناك نوع من لا سمح الله وباء بيطري أو شيء من هذا، أو أي نوع من المشاكل أو الكوارث اللي تحصل. أحسنت دكتور، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. الحقيقة بودنا كان أن نطيل أكثر في هذه الحلقة، لأن المحاور جميلة جدا والحديث ذو شجون، ولكن الوقت يداهمنا. ختاما باسمكم جميعا مشاهدي الأعزاء، تقدم إلى ضيوف الأكارم بالشكر الدكتور محمد الشايع، والدكتور عبد الله الحزيمي، والدكتور الأستاذ سعود الهفتة، متمنين أن نكون قد قدمنا ما يحوز على رضاكم أنتم خلف الشاشات مشاهدي الأعزاء. هذا عاذ بشاري، يحييكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.